أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب وصاحب الفرح سيدنا الأمير وحياة حضرة النبي. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معا.
واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا بني إنها صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا سيدنا النبي، يا سيدنا الحسين، إن الله لطيف خبير يا بني إن
إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك بركة يا جامع نعمل من بقى واحد بنشغل قفلوها ايه حر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين وصاحب الفرح سيدنا الأمير وحياة حضرة النبي وغلو. الله أكبر تاني وحياة سيدنا النبي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.